استاذ ايهاب، اهلا بحضرتك معانا في تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيكي واهلا بحضراتكم. النهارده طبعا احنا في حفل تكريم الفنان الكبير اشرف عبد الغفور، كنا عايزين حضرتك تكلمنا عنه وعن التكريم النهارده. استاذ اشرف عبد الغفور الله يرحمه كان رمزا وكان استاذا عظيما وكان فنانا عظيما وانسانا عظيما الله يرحمه، ومهما قلنا كتير مش هنقدر نوفي حقه، وانا تربطني بيه علاقه جميله جدا، ويمكن انا دايما بقول وقلتها في كذا لقاء ان انا اخر واحد تلقيت واول واحد تلقيت، اخر واحد تلقيت اتصال منه ان احنا هنعمل الفيلم ده او التكريم ده كان هيتم في حياته، بيتم النهارده بعد ما انتقل الى المولى عز وجل، وفي نفس الوقت انا اول واحد تلقيت من دكتور اشرف زكي انه توفى في يوم 3، لانه لما كان في لبنان قال لي انا هوصل مصر يوم 2 فبراير او 3 فبراير ونقعد مع بعض نشوف شكل التكريم اللي هيليق بيه طبعا يعني. فشاءت الظروف وشاءت الاقدار والله يرحمه والف رحمه ونور عليه. طبعا هو كان معلم كبير جدا للكثير، يعني نقدر نقول الفنان ايهاب فهمي يتعلم منه ايه؟ استاذ اشرف بعيدا عن انه فنان موهوب جدا، وكان يعني استاذ اشرف غفور في جبل الحلال، هديكي مثلا عمل دور انا كنت بعمل لاين قريب شويه من اللسعه دي، اللي هو كنت بتعلم منه واحنا بنصور، دي حاجه. بعيدا بقى عن كان فنه العظيم، هو كان مرجعا في اللغه العربيه، لما نختلف على تشكيل، لما نختلف على اعراب، لما نختلف على نطق، ترجعي لاشرف عبد الغفور الف رحمه ونور عليه يقول لك هو ده الكلام السليم. ربنا يرحمه. شكرا لحضرتك.